تحليل المتجهات هو تقريبا يعني من 41 لـ50، وبعد كده ضرب المتجهات. التحليل، أول سؤال ده بيوضح معنى التحليل أساسا، إن هو بيقول إن إحنا في عندنا متجه اسمه إيه اللي هو بالأخضر ده، وهو عايز يحلله لمركبتين. فالإيه ده بيقول بيمثل إزاحة شخص باتجاه الجنوب الشرقي اللي هو نزل كده مرة واحدة، فعايز يحللها لجزئين، واحد أفقي وواحد رأسي اللي هو AX و AY. فمين في الاختيارات الصح دي يا أحمد محمود؟ ايه؟ كل ثانية أقدر أسأل تاني عشان لسه داخل. ماشي تمام. مثل المتجه إيه زائد شخص باتجاه الجنوب الشرقي، لأن الشخص الذي يوضح بصورة صحيحة مركبين إكس وإي واي متجه إيه واي. كلهم شبه بعض ولا مش فاهم؟ كلهم شبه بعض، هما لو كلهم شبه بعض يبقى انت برضو المرة اللي فاتت اللي كنت حالل السؤال بتاعك كله شبه بعض. احنا هنا في متجهات، لازم ناخد بالنا من الاتجاهات، انما دول مش شبه بعض خالص. طيب قول كده يا محمد أشرف. قول شباب، ما هو المفترض احنا بنجاوب سؤال، ايا يكن الشخص اللي بيجاوب المفترض الباقي بيفكر، مش كل لما اجي اقول لواحد يقوم يقرأ السؤال من اوله. خلاص تمام يا مستر. هو ثانية المفروض ال A دون هتكون دال يا مستر. هتكون دال عشان ال AX وال AY دول محصلتهم هي ال A. طريقة تانية ان المفترض يعني الصح ان ال A ده لما اجي احلله احلله AX كده و AY كده، هو بس اللي هو عملهولي ان هو راح جاب ال AY قام رايح زيقها لي بره شوية بس. فهي الفكرة ان المتجهين اللي انا بحللهم بيكون المتجهين واحد افقي واحد رأسي، والاتنين في اتجاه نفس المتجه الاساسي، يعني ده خارج كده يبقى ده يخرج زيه وده يخرج زيه. هو بقى يحركولي يمين، يعملهولي مثلث، يعملهولي اي حاجة مش هتفرق حاجة. يعني ممكن يجيب لي الـ AX دي تحت ويسيبها لي زي ما هي عادي برضو مش هتفرق. يعني ممكن يعمل الـ AY كده والـ AX يعملها كده، وده برضو المتجه اللي هو الـ A مش هتفرق حاجة سواء كده أو كده، هما الاتنين واحد. فهو الأساس واحد والشكل بيختلف من سؤال لسؤال عادي، مفيش فيها مشكلة. محمود محمد بقى قولنا 42. تمام. والتانية ال F Y هنجيبها ب F ساين 45 اللي هي هتطلع برضه 10 جذر 2. تمام، عندنا قوة 20 نيوتن وعاملة زاوية 45 مع الأفقي، فال F X بتاعتها تبقى 20 كوزاين 45، وال F Y 20 ساين 45، واحنا عارفين الساين والكوزاين متساويين في الزاوية 45، فبالتالي الاتنين هيطلعوا نفس القيمة اللي هي 10 جذر 2 و10 جذر 2.
نيجي ل 43، أحمد مصطفى أحمد مصطفى بسنت 43. حاضر. في الشكل المقابل، مقدار المركبة الأفقية للإزاحة الحادثة سوبرمان هتساوي AX هتساوي 10 كوساين 30 تساوي 5 تسعة ثلاثة متر. مقدار المركبة الأفقية للإزاحة، هي الإزاحة كلها 10 وعاملة زاوية 30 مع الأفق، يبقى الأفقية تبقى 10 كوزاين 30 اللي هي كام؟ 5 جذر 3. تمام. أما مقدار المركبة الرأسية للإزاحة الحادثة اللي هي دي البعيدة عن الزاوية، فتبقى 10 هتسميها ايه واحد؟ ساين يبقى 10 ساين 30 30 تطلع كام؟ تساوي 5. 5. فمهما غير في شكل السؤال هو كده كده التحليل حاجة واحدة، فيغير في شكل السؤال ما يفرقش معايا حاجة، هي أساسيات أو خطوات ثابتة بنعملها. المركبة الأفقية ماليش دعوة اسمها أفقية ولا مش أفقية، المهم إن دي المتجه اللي في الاتجاه الأفقي ده إيه علاقته بالزاوية؟ جنب الزاوية، يبقى ياخد الكوزاين، يبقى 10 كوزاين سيتا. البعيد عن الزاوية ياخد 10 ساين سيتا. أربعة وأربعين يا منار، منار 44. حاضر، بس هقرا مسألة واحدة. لا ما اقرا وحل معايا عشان زمايلك يسمعوا ويفهموا. تمام ماشي. غادرت طائرة حربية أرض المطار، وبعد فترة من الزمن أعطت إشارة إلى برج المراقبة أنها أصبحت على بعد 215 كيلو متر، اتجاه يصنع زاوية 22 سيتا 22 درجة من الشرق إلى الشمال. من الشرق إلى الشمال يبقى كده الشمال الشرقي، صح يا مستر؟ ايوه اللي هو يبقى فين؟ كده الزاوية 22، يبقى كده هنقول 215 في ساين، لا في كوزاين، كوزاين 22. يبقى هي على بعد 215 كيلو متر، يعني وصلت لهنا من الشرق إلى الشمال، يعني اللي هو شمال الشرق. الشمال الشرقي هنقول 215 في كوزاين 22، ده عشان اجيب ايه؟ هو عايز بعد الطائرة عن برج المراقبة في الاتجاهين شرقا وشمالا، يعني هي الطائرة هنا اهي وده برج المراقبة، عايز البعد ما بين الطيارة وبرج المراقبة يعني على شرق قد ايه، والشمال اللي هي طلعته قد ايه، يعني مشت مسافة شرقا قد ايه ومسافة شمالا قد ايه. فالشرقان دي اللي هي المركبة الأفقية اللي انت قلت عليها تبقى كام؟ 215 كوزاين 22. ليه كوزاين؟ عشان جنب الزاوية. تطلع كام؟ 199. 199 كيلو متر. طيب الشمالا دي المركبة الرأسية اللي هي المفترض كانت هنا، بس جابها لي هنا، مش هتفرق من يمين مش شمال، هتبقى 215 بس المرة دي ساين 22، ساين الزاوية تطلع كام؟ لأنها متجهة. أيوة تطلع كام؟ ثانية، 81. 81. يبقى الإجابة 199 كيلو متر و81 كيلو متر. وناخد بالنا من الترتيب لأن في 81 و99، هو عايز الشرق الأول اللي هو الأفقي 199، بعدين الشمال الرأسي اللي هو 81، فيبقى 199 و81. نفس الترتيب شرقا شمالا، يبقى شرقا شمالا.
عشان محدش يقول اصل دي ارقام من الشمال لليمين وانما ده كلام بالعربي من اليمين للشمال. لا، هو ترتيب شرقا شمالا شرقا شمالا. خمسة وأربعين يا محمد مشيري. مقدار القوة اللي هي في اتنين تساوي في ستة. هنا مديلي ايه؟ ومدينا هنا F1 و F2 ومدينا المحصلة بتاعتهم ومجهول F2، يبقى F2 هتساوي جذر 10 تربيع ناقص 8 تربيع هتساوي 36، جذر 36 هتساوي 6 نيوتن. بالظبط كده. هو المفترض احنا لو عايزين المحصلة فتبقى جذر التربيع ال F1 تربيع و F2 تربيع، بس لما اكون بقى انا عايز ضلع من اللي جوه مش عايز المحصلة، فيبقى اي ضلع من الاتنين بيساوي الجذر التربيع للمحصلة تربيع ناقص الضلع التاني تربيع، فيبقى جذر التربيع 10 تربيع ناقص 8 تربيع ب6. قيمة الزاوية سيتا بقى اجيبها ازاي؟ حاولت فيها مستوى مش عارف، لماذا مش عارف حاولت عملت ايه؟ كنت عايز اجيب القانون بتاع اللي هو اول حاجة عشان يجيبوا قيمة الزاوية من الافقي، يعني من الجنب الافقي تعملها في كوزين سيتا اللي هي 10 كوزين 6، بس مش عارف اكملها ازاي. يعني اف اتنين بتساوي اف كوزين سيتا، يعني التمانية بتساوي 10 كوزين سيتا. انت عايز السيتا او الكوزين، يبقى الكوزين سيتا هتساوي 8 على 10، يبقى يعني تساوي السيتا في 2 8 على 6. اف اتنين 6، ماشي، يبقى 6 على 10. انا عايز السيتا مش الكوزين، يبقى اعمل شيفت كوزين 6 على 10 وشوف تطلع لي كام. ده الطريقة اللي انت قلتها. الطريقة التانية من قانون المحصلة اللي هي تان ماينس وان الرأسي على الأفقي اللي هي 8 على 6، تطلع لي نفس الزاوية. تطلع كام؟ هتطلع 53 يا مصطفى. 53. تمام. هنا كان ممكن نحلها من غير ما نحسب أصلا، لأن المركبة الرأسية أكبر من الأفقية، يبقى معنى كده إن المحصلة بتقرب للرأس أكتر فهتكون أزيد من 45، فمفيش قدامنا غير 53. مفهوم كده؟ كده اتفهمت يا مستر. طيب، أحمد محمود 47 اقرا أحمد السؤال. اقرا السؤال يا احمد. يا احمد السؤال اقراه. القوة التي تميل على الأفق بزاوية ثيتا تكون مرتبتها الأفقية اف اكس أكبر من مرتبتها الرأسية اف واي إذا كانت 6.5. اذا كانت سيتا ايه؟ أصغر من 45 يعني. ليه؟ ليه أصغر من 45؟
ليه يا محمد أشرف؟ سؤال 46 صح؟ 46 اه المفروض تكون ال 45 أكبر من الصفر اللي هي ألف صح؟ ده مش صفر، ده سيتا. ما احنا عارفين ان 45 اكبر من الصفر يعني، ماشي. يعني هي المفروض سيتا اقل من 45. يعني ايه ليه يعني سيتا اقل من 45 بقى؟ ليه السبب يعني؟ ايوه هو بيقول صح؟ بيقول ايه؟ ثانية الأولى مثل المكون الأفقية أكبر من الرأسية اه يبقى ايه؟ يبقى هتكون الإجابة ألف كده صح؟ ليه؟ مش احنا قلنا 36 مليار مرة؟ أنا عايز أعرف الإجابة ليه، مش عايز أعرف الإجابة إيه. أنا عايز أعرف الإجابة إيه. ليه قلت لحضرتك؟ لأن بيقول الأفقية أكبر من الرأسية عشان كده بتكون يعني لو كانت الرأسية أكبر من الأفقية كان إيه اللي هيحصل؟ كانت تبقى ست أكبر من 45. ليه بقى؟ يعني ايه القاعدة اللي اعتمدت عليها في الحل؟ يعني انا ليه اشمعنى يقول الأفقية أكبر من الرأسية وما يقول سيتا أكبر من 45؟ أقل من 45 ليه؟ ليه يا محمد؟ محمد المرشدي مستر لو جبنا مثلا زاوية أقل من 45 زي مثلا 30 وجبنا الكوزان بتاعتها هتدينا جذر 3/2، أما لو جبنا مثلا زاوية أكبر من 45 زي ما بين 45 أو أكبر منها زي كوزين 60 هتدينا نص، لو جبنا كوزين 90 هتدينا صفر. بالظبط كده، بس مش قوي يعني. يعني في إجابة أسرع، مين عارفها؟ بس كخطوات اللي أنت قلته تمام، إنما كأسرع إيه الإجابة الأسرع؟ ليه لما تكون المركبة الأفقية أكبر من المركبة الرأسية بتكون الزاوية أقل من 45؟ عشان إحنا قلنا حاجة كده على السريع، إن المحصلة بتكون أقرب المركبة الأكبر، فلو ال fx أكبر من ال fy معنى كده إن المحصلة بتاعتهم أقرب لل fx، أقرب من ال fx معناها إن الزاوية أقل من 45، لأن 45 يعني في النص. لو قربت من ال x شوية يبقى ال x أكبر، لو قربت من ال y شوية يبقى ال y أكبر. يبقى لو أنا قربت من ال x الزاوية بتقل، قربت من ال y الزاوية بتزيد عن ال 45. الطريقة التانية اللي زميلنا قالها إن هو حسب قيمة الكوزاين، يعني المركبة الأفقية تعتمد على الكوزاين، فإمتى ال اف اكس تبقى أكبر من ال اف واي؟ لو الكوزاين الزاوية بتاعتها صغيرة، لأن الكوزاين كل ما الزاوية بتاعتها تصغر كل ما الكوزاين قيمتها تكبر، بدليل إن كوزاين صفر بواحد أقصى قيمة، وكوزاين 90 اللي هي أكبر زاوية بتدينا صفر، فبالتالي كل ما بزود زاوية الكوزاين الكوزاين بتقل، كل ما أقلل الزاوية بتاع الكوزاين الكوزاين بتزيد. فعشان الاف اكس تبقى اكبر من الاف واي لازم الكوزاين تبقى كبيرة، يعني لازم الزاوية صغيرة اصغر من 45. بس الاسهل ان احنا نقول ان هي المحصلة تبقى اقرب للمركبة الاكبر. ونيجي ل 47 يا بسنت، هتبقى الاجابة ايه؟ يعني انهي اختيار؟ رقم ألف ألف.
انت قلت الاف اكس اكبر من الاف واي. اف اكس اكبر من اف واي اكبر من اف. يعني الاف اكس اللي هي حتة من الاف اكبر من الاف. الإجابة عندي غلط، هتبقى رقم واحد، لأن دايما المحصلة f x أكبر من أي واحدة فيهم، صح؟ بالظبط ده كده، معناه عندك كده. الاف دي المحصلة اكبر من الاتنين. طالما في التعامد يعني لازم المحصلة أكبر من الاتنين، إنما في حالات المحصلة بتطلع فيها أصغر من أحد المتجهين. إمتى المحصلة تبقى أصغر؟ لو أنا بطرح يعني مثلا عندي 6 يمين و5 شمال، في 1 6 و1 5، محصلتهم كام؟ 1، فينفع المحصلة تطلع أقل، بس ده في حالة الطرح بس. اما ما عدا ذلك لو انا بجمع يبقى لازم المحصله اكبر، ولو باخد الجذر التربيعي لازم المحصله اكبر. فهنا باخد الجذر التربيعي فالمحصله اكبر. طب مين الاكبر، اف واي ولا الاف اكس؟ الاف اكس. ليه؟ لان الزاويه 30 اقل من 45، او المحصله اقرب للاف اكس، فمعنى كده ان الاف اكس اكبر من الاف واي. يبقى احنا اول حاجه قلنا ان الاف اكبر من الاتنين، بعد كده اف اكس اكبر من اف واي، يبقى الاجابه الصحيحه هي بقى. وصلت الفكرة؟ بص، طب في حاجة تانية ليها، بس أنا حددتها ايه؟ بطريقة تانية. أول حاجة هكمل زوايا المثلث، هنا F هتبقى هنا في زاوية قائمة، وهنا زاوية 30، فهتبقى الزاوية اللي بين F هتبقى 60، واللي زاويته أكبر الضلع اللي قبلها هو بيبقى أكبر، F X هتبقى أكبر، و F Y هيبقى أصغر. تمام، تنفع برضه. اسأل. لو مثلا يا مستر عاوز مثلا اف واي مثلا، انا كنت عايز اجيبها مثلا بقانون من تاني مثلا، ومع ان الزاويه يا مستر بجانب الاف اكس، ينفع اجيبها مستر اف كوزين 60؟ ما هو انت بتقول الزاوية جنب، لا انا مش فاهم. انت قصدك هنا في الرسمة دي تقول ان الاف واي اف ساين عايز اف كوزين 60 يعني؟ عاوز اف واي اف كوزين 60 بدل اف ساين 30، ما عادي، هي تنفع؟ هي اهو، ما هو ساين 60 كوزين 60 هي ساين 30. انا مفترض انتوا عارفين في الرياضة، واحنا برضو هنعرف في السنة دي في اخر الترم، ان ساين الزاوية بتساوي كوزين الزاوية المتممة لها، يعني كوزين 60 هي ساين 30. رقم 48 يا منار، تمام و180 يبقى عكس الاتجاه، يبقى كده هنطرح. تمام طيب مقدار القوتين اول هيكون 4 و3، لان احنا لو 4 و3 بنفس الاتجاه يبقى هنجمع وكده هيدينا 7 اللي هو فوق، هتكون زاويتها 0. ولو 90 من فيثاغورس لو ربعنا وجمعنا هتدينا 5، خدنا الجذر، تمام ولو احنا طرحنا هتدينا 1. تمام بالظبط كده. يبقى هو الاختيار اللي بينفع ينطبق عليه الثلاث حالات دول هو الثلاثة والأربعة. محصلتهم لو الزاوية صفر يعني في نفس الاتجاه يبقى المجموع 7، 90 يعني متعامدين، يبقى الجذر التربيعي لمجموع المربعات يعني 5، ولو 180 يعني عكس الاتجاه فيبقى هطرح ويبقى 4 ناقص 3 1. مريم قولي لي رقم 50. ايوه ازيك؟
تبقى ايه؟ جيم. ليه جيم؟ قربي صوتك شوية أو علي صوتك. يعني ليه مش ألف أو باء؟ ليه زاويتين متساويتين؟ ليه زاويتين متساويتين؟ اه لحضرتك اهو، ما انا قلت عشان ال A وال B متساويين في المقدار، ال B بالظبط كده. زاوية سيتا، وان الصفر ده اقل من تيتا، و اصل اكبر من السيتا اكبر من الصفر واقل من 180. هنا عشان المتجهين نفس المقدار يعني 5 و5، فاحنا لسه قايلين من شوية المتجهين متساويين، يبقى المحصلة بتاعتهم في النص ما بينهم، فهي الزاوية أصلا كلها على بعضها 120، فنصهم 60، يبقى ده كده هي المحصلة. امتى تبقى سي لو الاي اكبر من البي؟ امتى اقصد امتى الف لو الاي اكبر عشان بيبقى اقرب للكبير، وامتى باء لو البي اكبر، انما هنا في النص عشان الاتنين متساويين. طبعا يستحيل تبقى في اتجاه واحد بس منهم، يعني التانية دي كده ملوش لازمة أصلا. ده كده التحليل. نروح بقى على الضرب كده على السريع. إذا كانت القيمة العددية للمتجهين A و B هي 10 و20 والزاوية بينهما 60، فإن حصر الضرب القياسي هيكون AB كوزاين 60، عشان ضرب قياسي يبقى 10 في 20 في كوزاين 60، يعني يطلع لنا 100. صعبة كده؟ سهلة طبعا. اللي بعدها اختها بس ضرب اتجاهي، فنجيبها بالساين وهتطلع معانا 2 في 8 في ساين 30 ب8، وطبعا هو عايز مقدار، فعشان كده محطناش كلمة اتجاه، يعني مركزناش على موضوع الاتجاه لان هو ايه المقدار. فدول كده مسألتين تعويض مباشر، فكرونا بس بالقانون الأساسي. الأسئلة بقى اللي بعد كده، بيقول تنعدم محصلة الضرب لاتجاه المتجهين، وكذلك حاصل جمعهما إذا كان المتجهين من نفس النوع ولهما نفس المقدار والزاوية بينهما. بالظبط كده. إمتى حاصل الضرب الاتجاهي يكون صفر؟ تنعدم يعني صفر. الاتجاه صفر لو الزاوية سيتا بصفر، اللي هما كانوا متوازيين اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، وزيها 180 اللي هي بتبقى عكس الاتجاه، يعني 180 معناها واحد يمين واحد شمال، صفر معناها الاتنين يمين زي بعض، فكده كده الاتنين متوازيين. يعني القلمين دول لو انا عملتهم كده هما متوازيين، ولو عكستهم كده هما برضو متوازيين. لو الاتنين اتجاههم زي بعض يعني وشهم اهو زي بعض، فكده الزاوية صفر. لو عكس بعض كده الزاوية 180 بس في نفس الوقت متوازيين، فسواء صفر أو 180 كده بينعدم حصر الضرب الاتجاهي. فأنا عندي الصفر وعندي 180، للسالي المحصلة إمتى تنعدم؟ لو هما في عكس الاتجاه يعني 180، يبقى كده هو ربط ما بين المحصلة والضرب الاتجاهي، بينعدم ضرب الاتجاهي لو الزاوية 180 وصفر، أما المحصلة ما تنفعش تبقى صفر إلا لو الزاوية بينهما 180 يعني في عكس الاتجاه. أربعة وخمسين بيقول متجهان متساويان نفس المقدار ومن نفس النوع، يعني طول وطول مثلا،
أو قوة وقوة، وبيقول حاصل ضربهما قياسي 25 وحدة، فإن مقدار محصلتهما يساوي. يساوي ايه؟ 5 وحدات. لا لا غلط، امال 10 وحدات يا مثلا، ليه بقى 10؟ عشان هو بيقول ان المتجهين متساويين يبقى لهم نفس المقدار والاتجاه. تمام، الله ينور عليك، نفس المقدار ونفس الاتجاه، يبقى الزاوية بينهما صفر، فحاصل الضرب القياسي ليهم هيكون ايه مثلا؟ في التاني برضو زيه بي، البي يعني نفترض ايه بي كوزاين سيتا، تمام، سواء نفس المقدار يبقى ايه وايه، فتبقى ايه تربيع كوزاين سيتا اللي هي صفر اللي هي بواحد، فدول ب25، كوزاين سيتا قلنا بصفر بواحد راحت، فالايه تربيع ب25، معنى كده ان المتجه الواحد فيهم قيمته 5، عشان كده لو ضربنا 5 في 5 في كوزاين صفر بيدينا 25، يبقى كده المتجه الواحد 5. هو بقى عايز المحصلة، طب هو اللي في نفس الاتجاه، يبقى 5 و5 في نفس الاتجاه بكام؟ ب10. وصلت الفكرة؟ يبقى هي اللعبة كلها اللي بتخدع الأغلب إن هو إيه، المتجهان متساويان. إحنا المفترض الحصة اللي قبل اللي فاتت قلنا متجهين متساويين يعني لهما نفس المقدار ونفس الاتجاه، نفس الاتجاه يعني الزاوية صفر، فبالتالي هتبقى A B كوزاين سيتا نعوض عنها A في A في كوزاين صفر، كوزاين صفر بواحد، يبقى الـ A تربيع ب25، يبقى الـ A الواحدة فيهم ب5، محصلة الاتنين 5 و5 في نفس الاتجاه يبقى 10. طيب نيجي 55، مين يتبرع يقول على السريع يجاوب السؤال على طول كده مرة واحدة؟ قول. قدرهم 3 و5، وحصل ضرب القياس لهما 7.5، ويكون مقدار حصل ضرب الاتجاه لهما، وحصل ضرب الاتجاه يعني اف بي هتكون اف بي كوزين صفر. تمام، وعايز اجيب قيمة الكوزين صفر هضرب الاف بي اللي هي بتداني بـ7.5 على اي بي، يعني 7.5 على 3.5. تمام، مين ده بقى؟ صح كده، مين ده اللي انت حسبته؟ بحسب بجيب الكوزين سيتا لوحدها كده. بالظبط كده، والمتجهين لو اي بي مثلا فتبقى المفترض اي بي كوزاين سيتا، هو قال لي حصل الضرب القياسي 7.5، والمتجه الاول 3 والتاني 5، وانا عايز السيتا، ودي ناحية بعكس يبقى الكوزاين سيتا تساوي 7.5 اقسمها على 3 في 5 اللي هي 15، يطلع لي السيتا يعني بتساوي، هتكون نص. يطلع لي السيتا ب60. هو بقى عايز يحصل الضرب القياسي يعني اللي هو الـ A كروس الـ B، فهتبقى 3 في 5 في ساين 60 اللي هي تطلع 15 في جذر 3 على 2 يعني 7.5 في جذر 3 اللي هي تقريبا 12.99. تلاتة في خمسة في مش تلاتة في خمسة في ساين، ما هي 3 في 5 في ساين 60 اهي. لا أصل هو بيقول 1.75، بقول لا لو تكون زي ما المستر قال. اه تمام، مفهوم المسألة؟ هو احنا لو كتبنا المعطيات و دورنا على المطلوب هنلاقي المسألة بتشرح نفسها، إنما اللي هيقعد يفكر في دماغه غالبا بيتوه يعني. رقم 56 في ناس كتير بتتلبخ فيها. أولا في متجهين A و B الزاوية بينهم سيتا، وهنا عايز مجموع ال A كروس B وال B كروس A. هي ال B كروس A وال A ال A كروس B وال B كروس A إيه علاقتهم ببعض؟ عكس بعض في الإشارة، يعني ال A كروس B بتساوي سالب B كروس A، يعني أكنها X ناقص X فتديني صفر. بس هو بيختبرك إنك عارف إن ال A كروس ال B بتساوي سالب B كروس ال A ولا لأ.
57. مين يقول؟ لا حد تاني. قولي قولي. تمام. واحد أفق وواحد رأس. الأفق هيبقى بتلاتة. كملي. ماشي تمام. ودار المنتجع الرأسي بزاوية 60، يبقى احنا كده هتبقى الزاوية كلها، احنا عندنا 90 عمودي و60 يبقى 150، الزاوية كلها 150. هو وانا عايز الضرب الاتجاهي، يبقى نقول المنتجع الأول في المنتجع التاني كوساين الزاوية. 3 في 5 كوساين 150 بتساوي 7 في 5 7 ونص، هي 7 في 5 من 10. تمام. طيب هو قال دار المتجه الرأسي بزاوية 60، ليه انتي طلعتيها لبره ما دخلتهاش لجوه؟ هي عموما مش هتفرق يعني، بس هو كان سؤال بس. ده كده كده متعمدين دار 60 يبقى الزاوية بينهم أصبحت 30. لو عملت ساين 30 أو ساين 150 الاتنين واحد. لا تاني كده. اللي هي والله انا نسيت اسمك ايه بصراحة يعني، عشان افتكر 7.5. اللي هي 55 يعني. لا ما انا عارف اسمك يعني، اقصد نسيت مين 7.5، بس ما علينا يعني. المهم ان الاولاني 3 والتاني 5، والزاوية بقت دارت 60 يعني بقت 150، وهو عايز حصر الضرب الاتجاهي، فهنعوض تعويض مباشر برضو، مفيش فيها حاجة صعبة. طلعت كام؟ 7.5، عشان كده قلت شبه 7.5. ماشي. طيب 58 مين يقول؟ قول يا محمد مرشدي. احنا لما نجيبوا نسبة بين حسب ضرب الاتجاه وحسب الضرب القياسي، هنكتبوا أول حاجة ايه ضرب واي اللي هي نص الاكس، يعني ايه ضرب واي ضرب اكس ساين 44 على واي ضرب اكس كوساين 44، هيطلع لنا هو عايز ضرب الاتجاه يعني اكس واي ساين الزاوية على القياسي يعني اكس واي كوزاين الزاوية. فهنعمل الآلة ساين 44 على كوزاين 44، هيطلع لنا ايه؟ تطلع اقل من الواحد. السؤال ممكن يبقى فيه فكرة صعبة بالنسبة لبعض الناس، بس هي الفكرة كلها لو انت قرأت السؤال كتبت اللي قاله هتلاقي المسألة حلت نفسها. يعني احنا ما عملناش غير ان هو قال النسبة بين مقدار حصر الضرب الاتجاهي، ضرب اتجاه يعني اكس واي ساين سيتا، وحصر الضرب القياسي يعني اكس واي كوزاين سيتا. الاكس واي مع الاكس واي، فالنسبة اللي هو عايزها ساين 44 على كوزاين 44، اشوف هتطلع كام. يا اما هتطلع رقم اكبر من الواحد يا اقل من الواحد يا بتساوي الواحد. بيحط لنا هو لا توجد معلومات كافية عشان الناس اللي هتحط في دماغها طب هي الاكس بكام، طب هي الواي بكام، فده بيبقى انت واجع دماغك بحاجة مش انت عايزها اصلا. نيجي بقى ل59، اقولها انا ولا تقولوها انتم؟ اقولها انا عشان صعبة. لا اقولها انا عشان سهلة وبعدين تقولوا تسعة، انتوا هتقولوا 60. 59 بيوضح الشكل المقابل اكس والواي اللي ما بينهم زاوية 90 درجة، وبيقول ان هما من نفس النوع وهم متساويين، يعني الاكس بتساوي الواي. فأي العمليات الرياضية التالية تجعل الناتج مساويا للصفر؟ مين اللي بيدينا صفر؟ طبعا محصلتهم يستحيل صفر، لا جمع ولا طرح، فأكيد ضرب قياسي أو اتجاه. فمين اللي التسعين بتاعته بصفر، الساين ولا الكوزاين؟
كوساين 90 بصفر، فيبقى حاصل الضرب القياسي 60. بقى مين يقول؟ قولي. لا يا بسنت. تمام، في عشرة المقابل حاصل الضرب القياسي لما اتجاهين ار و اف يساوي، هنجيب الحاصل الضرب القياسي اللي هو ار في اف كوساين ثيتا ار 17 بتاع من 10 في اف 32 8 من 10 في كوساين 20 هتساوي هتساوي 533. انت الزاوية قلت كام؟ جبت ال 20 منين؟ لا مش فاهم. هي الزاوية دي جبناها منين؟ تمام، الدايرة كلها 360. ما هي بتقول يا محمد؟ هي بقى 360 ناقص 118 زائد 90 عند الزاوية القائمة ما بين واي واكس زائد 132. تمام بالظبط كده. فالفكرة كلها ازاي اجيب الزاوية، بس انا مديلي المقدارين اضربهم ببعض، وقياسي يبقى كوزاين يبقى 17 في 32 في كوزاين 20، يطلع لنا بقى اللي يطلع اللي هو كام قلتي؟ 533. تمام. صعب الفصل يا شباب ولا سهل؟ الباقي اعتقد سهل. هنيجي بس ال 63 نختم بيها، وهي بيقول اذا كان A dot B بتساوي A dot C فانه لا بد ان يكون، علما بان الزاوية سيتا ما بين ال A وال B والفاي ما بين ال A وال C. يعني ايه الكلام اللي هو بيقوله علما بان ده؟ معناه ان الاي والبي والاي والسي مش منهم نفس الزاويه، لا ده ما بين الاي والبي زاويه اسمها سيتا، وما بين الاي والسي زاويه اسمها فاي. فماذا نفعل؟ حد عارف؟ طيب اقول انا عشان بس الوقت. قول. ده المفترض A B كوزاين سيتا، وال A C المفترض A C كوزاين فاي، فلازم اليمين يساوي الشمال، فال A بتساوي ال A، فلازم ال C كوزاين فاي تساوي ال B كوزاين سيتا. C كوزاين فاي B ساين B كوزاين سيتا دول لازم يكونوا متساويين. جبناها منين؟ حليناها ازاي؟ المعطى اللي هو عملهولي فكيته لقيت اللي هو عايزه موجود، بس يعني السؤال شكله يخوف مش فاهمين هو عايز ايه، بس لقيت A dot B بتساوي A dot C، والله انا عارف القانون بتاعهم افكهم. ال A هي ال A، فلازم ال C كوزاين فاي هي تبقى ال B ساين ال B كوزاين سيتا، بس كده. صعب يا شباب؟ المفترض بقى الحصة الجاية تكونوا جاهزين. انتوا الواجب بتاعكم بس هيبقى الامتحان بتاع الفصل التاني، هتحلوه في الكتاب وتصوروه لي، بالاضافة ان انتوا هتكتبوا على الفصل هنا اسمك وحليته في وقت قد ايه. يعني على سبيل المثال بدأت تحله الساعة 10 الصبح خلصته 11:30، يبقى تكتب ان انت حليته في ساعة ونص وتكتب اسمك وتبعته على الواتس. بس يا ريت الحل بخطوات ويكون الخط واضح، يعني بمعنى اصح تبص الورقة بتاعتك تشوف كده هتفتح النفس تتصحح ولا لا. لو هتفتح النفس هتاخد درجة حلوة، مش هتفتح النفس مش هتاخد درجة حلوة او مش هتتصحح. تمام، عشان بشوف حاجات خزعبلية في الاجابات بصراحة فبتفقع المرارة يعني، فانا عايز خط كويس بخطوات كويسة عشان تتعودوا على الحل الصح. يعني حددت خلاص المحل اللي
اللي هو اختبار المتجهات، 17 سؤال هما، المفترض في المتوسط بياخدوا ساعة ونص، حليناهم في ساعة، ده الأفضل، ساعة ونص نمشي، أكتر من كده صعب طبعا، مش معناه إن في مشكلة، معناه إن في مشكلة صغيرة محتاجة حل كتير، يعني تحل كتير عشان تتعود على السرعة شوية. الحصة الجاية هتبقى، لا مفيش حاجة اسمها ساعتين، ده 17 سؤال، السؤال لو خد 5 دقايق، 5 في 17 بكام؟ ساعة ونص تقريبا. المهم الحصة الجاية، الحصة الجاية امتحان على الباب الأول كامل، كل اللي احنا خدناه ده، الامتحان هيبقى في الحصة، كل واحد يجهز ورقة وقلم وهيصور نفسه وهو بيحل، مش هيصور نفسه، هو هيصور اللي هو بيحله، يعني زي ما أنا عامل كده، تفتح كتابك أو الورقة، تقوم حاطط الموبايل فوق الورقة وتقعد تكتب عشان أشوفه أنتوا بتحلوا وبتعملوا ايه. تمام، محدش يقول لي انا بتحرج احل قدام المستر والكلام ده، عشان انت كده كده في الامتحان هتحل قدام المستر يعني، فنتحرج من بدري احسن ما نتحرج في الامتحان. طيب يا مستر، الامتحان اللي احنا هنحله هنبعته على الجروب ولا هنبعته على رقم الواتس؟ على الواتس بتاعنا اللي هو اللي انا ببعت منه الرابط. تمام ماشي. تمام، بس معاكم من النهارده لغايه يوم الجمعه حد اقصى يعني، يعني ماليش حد بعته قبل الحصه ب5 دقايق، ومليش حد بعته يوم الجمعة الساعة 12 بالليل، يعني هشوفه امتى ده مش عارف. فآخركم يعني تخلصوا الامتحان يوم الخميس بالليل مثلا، جمعة الصبح، بس ده أقصى حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.